فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك من خلال عدة مواقع إلكترونية وبيجات مختلفة لشجار حصل أمام بوابة إحدى فروع مديرية البلدية في محافظة البصرة. الشجار كان بسبب مزايدة على الأماكن المخصصة لعلوة الخضار. يبدو أن الخلاف تطور إلى المشادة الكلامية ثم إلى الاشتباك بالأيدي ثم إلى استخدام السلاح والرصاص وإطلاق النار وسط تجمع الحشود من المراجعين المحاولين لفك هذا الاشتباك وإبعاد المتخاصمين عن بعضهم البعض لكن دون جدوى. مقطع الفيديو المتداول هذا أثار استياء وانتقاد المواطنين والمتابعين على المواقع الإلكترونية ليوجهوا كلامهم عبر تعليقات كثيرة لواقع حال الأهالي في المحافظة وأسباب الشجار والمعارك المستمرة، في حين انتقد البعض الآخر دور القوات الأمنية لاتخاذ موقف المتفرج ولعدم تدخلها في الوقت المناسب في لحظتها. هنا اخترنا لكم بعضا من تلك التعليقات وردود الأفعال، والبداية مع تعليق التميمي علي. يقول في تعليقه التميمي: من هذا المجتمع برز للساحة السياسي من يحكم العراق ويتقاتل على المنصب ويتمسك به، بعد ليش العتب والذم؟ تعليق آخر من نرجس تقول: هاي كلها رايحة على مزايدة علاوي الخضرة، معناها ايش قد يحصلون وهيش مكاتل عليها، لا ويقولون فقراء الجوع كاتلهم وماكو شغل. تعليق من مؤيد الجبوري: لا توجد دولة ورقابة، أغلب المستفادين من المزايدات هم منتمين إلى جهات حزبية. تعليق من كاظم المنصوري يقول: هذولا قفاصة كاظمين باب البلدية، شكوا مزاد يطبون به يزيدون على المواطن، يتفق ويا لو تنطيني لو أحرق المزاد عليك. تعليق من محمد المالكي أيضا: هاي بنص البصرة، أين دور أجهزة الأمن في البصرة؟ أين دور حماية مديرية بلدية البصرة؟ خلي نتكلم بصراحة، أغلب المناقصات هي موجودة إلى الأحزاب والخارجين عن القانون.